السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في مطبخ أم رزق. لو أول مرة تشوفوني وتحبوا تشتركوا في القناة أهلا وسهلا بيكم، وفعلوا الجرس على الكل، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. إن شاء الله النهاردة هنعمل شربات الورد لجميع المناسبات السعيدة، ومبروك لكل ناجح. يلا بينا نشوف المكونات اللي معانا. بسم الله، معايا شربات ورد، ممكن فراولة، الاتنين بنفس الطريقة، ومعايا مية ورد، سكر أبيض، موز بلدي، ومية من الفلتر. نقول بسم الله. معايا لتر من المية، لكل لتر من المية هنضيف عليه ربع لتر من الشربات. فنجان صغير من مية الورد، كوباية من السكر. المكونات دي هتطلع معاكي اللون مظبوط والطعم مظبوط 100%، تقدري تزودي براحتك. هنقلب كويس ونتأكد كده ان السكر داب. هنعمل الموز حلقات ونضيفه على الشربات. هنسيبه في التلاجة يسقع كويس، وبعدين نبتدي نغرفه في الكوبايات والكاسات. وبعدين يتقدم ويبقى معاكي أحلى طعم وأجمل مشروب في كل المناسبات السعيدة.